صار له 10 دقائق واقع راح يموت بالطيارة. صار عندي هذا مثل هذا المرضى وش هذا اللي موجود ما يقدر يقومون يا اخي ما يقدر يقومون. والله والله بس خمسة صبح ها والله احنا هسه بدائرة الرعاية مع البيان السنوي ولا خينا عنده الصرع وشوف الوضعية هاي الوضعية مع احتراماتي للسامعين الكثيفة يعني المفروض مثل هذا هيجي حالة اجي للبيت اكو تطلع لجنة على البيت اكو شلل رباعي اكو ما يقدر يمشي البارحة واحد توفى هنا بهذا المكان توفى بهذا المكان امه قام تصيح عليه يعني هاي مو وضعية هاي دحق هناك شو صاير المفروض اكو عندهم ارقام اكو اخابر تجيني بفلان مكان هيجي كانت استادي هسه استادي شوف يسوونكم مثل المتقاعدين يكون التحديث عبر الموبايل ليش؟ هو يعني المفروض عبر الموبايل يعني انا عندي قبل فتره هاي مع المعين خابروني صوره صوت وشوفتهم المريض بالبيت هو راك 100,000 يعني يسوى هاي صار لي يعني صار لي اسبوع كامل انا يعني اركض وراها الا صار لي اسبوع اركض ورا هاي مال البيان سنوي صار لي هاي صار لي اسبوع ما خلت لا قيم مقاميه لا 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 مختار يسوون التحديث بالموبايل يدق يا ابو غير هو الدائره المتخلف عقليا هذا المفروض هذا لو غير بدوله اجنبيه كان هذا 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 عنده خدمات خاصه عنده خدمات خاصة للبيت مو احنا نركض وراهم على 100,000 لا يطلعون على بيوت لجنة احسن من هالشكل العالم تبهدل الدحق كله شياب شباب عاطلين عن العمل المعوضين عمرك انا عمري 62 سنة الله يقبلها هيجي ما يصير يا صار لك واقفة هاي صار لنا من الساعة 5 نحن ندور هنا عن ما لقينا المكان ما يصير هالشكل يا اخويا دعق عليها كل شياب هذولا معوقين هاي النسوان كنا بالبيت ارحمنا من يطلع يعني هذا ما له داعي انه يجي اذا ما بي يعني حيل ما يمشي الوكيل يجي او حتى اذا ما الوكيل لهم يوم خاص بعضهم يجون يعني هذا من الغبشه المره اللي ما طق قاعده بالارض اللي ده قبل شويه اللي كبير بالعمر انا اتحمل بيا صرع اتحمل ما مشكله بس هذا ايش يتحمل هاي جريمه بهذا البشر وهذا البشر الاخر المريض اليوم جينا وكل شويه نروح عليهم يقولنا شويه وتعال شويه يطلع عليكم وما يطلعون علينا من الساعه 8 احنا هنا مسوين الاسم على العين هو حرف العين هو هم هذا حرفه حرف العين هو هذا حرفه جاي يمشون الجماعه عندهم عرف عندهم واسطه يطبون قبل احنا ما يقبل يمشون يعني فرع بالايمن وفرع بالايسر حتى ما يصير الزحام ولا يصير هالوجد واحنا هم مطر اجل اليوم اكو مطر شو يصير بينا احنا؟ وثاني نريد يعني كادر مكان حاسبه واحده سويها ثلاثه بلا ايمن ثلاثه ولا يسار ثلاثه حتى تخف الزحام. ما صار لي 3 ساعات 4 ساعات. هذول معوقين؟ اي والله معوقين ما اشوفهم. كم معوق عندك؟ اربعة معوقين؟ اي والله. زين يوميا تجين؟ يوميا اجي. يوميا اجي ماكو سنة وارجع. بكر 5,000 4,000 من اي مكان تجين على المكان هذا؟ والله من تل الرمان اي والله زين دول عندهم رواتب؟ اي والله الحمد لله عندهم رواتب بس على مود البيان السنوي